كذلك الدول العربية التي تتكون من الجزائر والبحرين وجزر القمر، مصر، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن وجيبوتي، إضافة أيضا إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أمريكا الجنوبية. وكما تشاهدون الآن مشاهدين الكرام، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وبجانبه ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وأمين مدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، وكذلك أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي ننتظر ترجله من الطائرة في هذه اللحظات. يترجل من الطائرة فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ويعانقه في هذه اللحظات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وكبار المستقبلين في أرض المطار في أرض الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، والأحاديث الجانبية الودية بين سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في هذه اللحظات كما نشاهدها جميعا، حيث يحل أيضا فخامته على المملكة العربية السعودية وبين إخوانه، سيجتمع بإذن الله تعالى قادة الدول العربية وكذلك الأصدقاء من قادة دول أمريكا الجنوبية. كما تشاهدون في هذه اللحظات الزعيمان الكبيران في طريقهما إلى الصالة الملكية في هذه اللحظات، والأحاديث الجانبية بين الزعيمين الكبيرين سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي وصل قبل قليل وهو في طريقه أيضا لاستعراض حرس الشرف، وكذلك أيضا لمصافحة كبار مستقبليه من أصحاب السمو و أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي وكبار القادة العسكريين. في هذه اللحظات يتجه إلى المكان المخصص لاستقبال ومصافحة كبار مستقبليه، هنا يصافح كبار مستقبليه من أصحاب السمو وأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي في هذه اللحظات، يصافحون فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية.
ويرحبون به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية. كما نشاهد أيضا كبار القادة العسكريين أيضا يصافحون ويرحبون بفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي وصل قبل قليل إلى أرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي ستعقد هذا المساء في المملكة العربية السعودية. أيضا يصافح أعضاء السفارة سفارة موريتانيا لدى المملكة وكذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه يصافح أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ويتناولون القهوة العربية في هذه اللحظات. وكذلك يودع خادم الحرمين الشريفين ضيفه الكبير الذي سيتوجه في هذه الأثناء إلى مكان الإقامة المعد لفخامته